لسه بيجربوا المكن ولسه بيظبطوا، وفي ختم ضايع من مكتب ثالث حضرتك. اه اسم ثالث حي ثالث. اه مكتب توصيل ثالث الختم ضايع وراحوا متعاونين يعني يستلموه يعني. بس كانوا يستلموه من امبارح ولا مش عارف. يستلموه من فين بقى؟ من اكيد من المأمورية الرئيسية يعني، وكيلة الوزارة هنا او مديرة التوصيل. اه بيستلموها منها يعني. فكان المفروض الاجراء ده من امبارح يعني السبت.